شكرا. يعني في البداية أريد أن أشكر منظمة فريدم هاوس على هذه الدعوة، ومروان وكاتي كانوا يعني تعرض إلى الموضوع بشكل دقيق وبشكل ملم، وفقط أنا سأمر على هذه الأفكار بعجالة لأنه تونس تعيش فترة جد حرجة وجد صعبة. كيف يتم الانتقال من عشريات الدكتاتورية وعشريات الاستبداد في بيئة ثقافية وفكرية لم تتهيأ بعد مع الأسف الشديد للعيش في نظام ديمقراطي؟ كيف هذه الظرفية تبني المشروع الديمقراطي الدائم؟ يعني منذ يوم 14/1 في تونس عاشت العديد من الحركات القوية والهزات، والتي يمكن في البعض منها أن يعيد إنتاج ما كان في السابق، يعني إنتاج الدكتاتورية. منذ 14 جانفي شهدت تونس حكومتين انتقاليتين، والسبب حسب اعتقادي فيما يتعلق ب انه لماذا تمت اقاله الحكومتين السابقتين للشيء لانه النظام ما زال يفكر بنفس الطريقه القديمه او الكلاسيكيه، الذي يعتبر ان ما عاشته تونس يوم 14 جانفي هو ليس سوى محطه سياسيه مثل محطه 7 نوفمبر 87، بمعنى أن العملية ليس هناك تغيير جذري مع السابق، وإنما تغيير عربة القطار، والقطار يسير على نفس السكة، بينما الواقع هو مخالف لذلك بتاتا، على اعتبار أن الشعب التونسي الذي خرج في الثورة ونهض ضد نظام حكم بن علي خرج من أجل القضاء على كامل منظومة الاستبداد، وهو ما وعاه النظام ما بعد 14 جانفي بشكل صعب. ستحدث في مستويين، فيما يتعلق بسطة حول المجال السياسي حاليا، وخاصة ما يحدث الآن في تونس في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، على اعتبار أن الثورة التي قامت في تونس هي ثورة من أجل تحقيق حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي، ثورة الخبز والكرم. في المجال السياسي هناك انتخابات يوم 24/7، انتخابات المجلس التأسيسي الذي سيضع دستور جديد للبلاد، والذي سيضمن سيكون السقف القانوني لعشرات وعشرات الأجيال القادمة. الرهانات المطروحة فيما يخص هذا المجلس التأسيسي مرتبطة في تشكيلة أو تركيبة المجلس التأسيسي الذي سيتكفل لاحقا بصياغة هذا الدستور. يعني للأسف الشديد طيلة حكم بن علي وقبله الرئيس السابق حبيب بورقيبة تمت محاربة ومحاصرة معظم الحركات السياسية والجام الأصوات وخنق الآراء المختلفة. في هذه الفترة الانتقالية في بضعة أشهر كيف يمكن الحركة السياسية التي كانت تعيش في فترة الاستبداد أو التي أنشأت حاليا أن تساهم هي في وضع هذا معالم هذا الدستور؟ فالإشكاليات أنه من سيمثل المجلس التأسيسي في القادم، الحركات السياسية إلى آخره. هناك جدل بخصوص الإسلاميين والتيارات الإسلامية، خاصة أن الحركة الإسلامية في تونس هي حركة موجودة تقريبا منذ 30 سنة، ورغم القمع والتعذيب والسجون والاعتقالات إلى آخره حافظت على حد أدنى من التواجد، أكسبها وما زال يكسبها تعاطفا كبيرا من قبل عامة الناس. هذا الرهان الأول. الرهان الثاني يتمحور في بقايا أو جيوب النظام السابق. طبعا يعني هناك كأي يعني دولة مستبدة هناك من كان يستفيد من الاستبداد، وبن علي وعائلته لم يكن إلا حامي امتيازات هؤلاء. فلما تم التخلص من بن علي وجماعته هؤلاء يبحثون عن محافظة على ما تبقى لديهم من امتيازات. فيهم من أنشأ أحزابا جديدة
فيهم من يدافع من أجل المشاركة في الانتخابات القادمة، رغم مثل ما تحدث عنه مروان القانون الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي يمنع إطارات وكوادر وقيادات الحزب الحاكم من الترشح، وهذا عددي ليس مليون كما ذكر مروان، وإنما يعد تقريبا ما بين 50 و 150 ألف شخص من المفترض أن لا يترشح في الانتخابات القادمة. أقول من المفترض لا لشيء، لأنه القانون الانتخابي القانون الانتخابي الخاص في أحد فصوله الذي يمنع الترشح، لكن تأويلات هذا القانون تفتح الباب كبيرا أمام تحديد من يترشح ومن لا يترشح. هذا جانب. الجانب الثاني وهو أنه المجلس تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي هو الذي صاغ هذا القانون، هو مجلس غير منتخب، يعني تم اختياره وتعيينه من طرف الوزير الأول، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول هما أيضا ليست لديهما شرعية، على اعتبار أنه تم إلغاء العمل بالدستور القديم. فهذه الوضعية اللي جد دقيقة وجد محرجة نوعا ما، قد تدفع الناس إلى عدم الرضا على أي إمكانية التراجع. إمكانية التراجع فيما تتمثل في أنه مثلا الوزير الأول صرح أنه بالإمكان التراجع عن منع ترشح قيادتها التجمع، وهذه الفرضية لو وقعت قد تعيد بناء مع الأسف الشديد إلى نقطة البداية، على اعتبار أن هذا يمثل إرادة جزء كبير من التونسيين. هذا الحزب شارك بشكل مباشر أو بشكل ضمني في سنوات الاستبداد الذي حكم عن طريق بن علي، ليس مؤهلا أن يبني المشروع الديمقراطي الجديد في دولة. إذن قلت تحديين، التحدي الأول هو الحركة الإسلامية، التحدي الثاني بقايا النظام، والتحدي الثالث وغياب الثقافة السياسية الديمقراطية في تونس، يعني التصحر الفكري وسياسة محاربة العمل السياسي التي اتبعها نظام بن علي وقبل نظام حبيب بورقيبة، أفرز حالة فراغ في البلاد، وهذا الفراغ يمكن أن يمتلئ بأي قوة جذب إلى الخلف. واعتبار أن المجلس التأسيسي قانونيا هو سيد نفسه لأنه يمثل إرادة الشعب، وبالتالي فإنه يمكن أن يتخذ أي قرار قد يكون غير ديمقراطي ولكنه بأنه سيد نفسه، فبالإمكان، وهذه الفرضيات التحدي الثالث، أن يقع تراجع عن المكاسب الحادثية التي وقعت في تونس، وهو ما دفع بعض النخب التونسية حاليا إلى اقتراح ما يسمى بالميثاق أو العهد الجمهوري. هذا العهد الجمهوري مثل مثلاً إعلان حقوق الإنسان والمواطنة في فرنسا في بداية الثورة، يتضمن جملة من المبادئ العامة تتمحور حول احترام حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، الحفاظ على حد أدنى من العدالة الاجتماعية إلى آخره، وتفرض على كل من يترشح إلى المجلس التأسيسي أن يلتزم بهذا الميثاق أو هذا العهد. بمعنى فرضا لو أنه حركة النهضة، حركة الإسلام، حركة النهضة الإسلامية فازت بغالبية المقاعد في المجلس التأسيسي، لو أنها تلتزم بما سيرد في هذا العهد قبل الانتخابات، فإنه لا يمكن لا إطلاقا أن تقوم بأي مساس بحقوق الإنسان الكونية، التراجع عن المساواة بين الجنسين، أو تطبيق أفكارها، يعني أعتبره أنا رجعي أنا.